قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنهما اتفقا على أن الحل الدبلوماسي يجب أن يكون له الأولوية على العنف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للبنان، وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن ما يحدث اليوم هو درس لكل اللبنانيين للنأي عن الصراعات الإقليمية. ناقشت كل هذه القضايا مع السيد ميقاتي وأتفق معه بأنه يجب تطبيق القرار 1701 بشكل كامل، وهذا يعني كذلك أن جنوب نهر الليطاني لا يجب أن يكون فيه وجود لقوى أخرى غير قوة اليونيفيل. وكذلك بما أننا نتحدث عن دعم لبنان من أجل أن يكون هناك تدريب وتقوية للقوات اللبنانية.